ولات عندنا سمعه زوينه ولا عندنا كليان والمعامله ديالنا طيبه مع الناس والانسان كيبغي يتعاون معنا كيشوفنا يلا متزوجين يعني باقيين صغار وبجوج واقفين بجوج معاونين بجوج كنفيقوا مع السته ما كنرجعوا للدار حتى العشرة بعد ما تبقاو خدامين حتى ثلاثة الصباح علاش باش ما ندخلوش واحد اخر غيخدم معنا غيخلصوا السيمانه كنقولوا نتعاونوا حتى جات استاذ واحد الظروف واحد النهار ما كناش متوقعين غنوصلوا شي مشكل مع شي حد واحد زبونا وراجلها فنان مشهور بلا ما نقولوا الاسم ديالو حنا على راديو والناس كيتصنتوا لنا وداك الشيء فنان مشهور فنان مشهور نقول الاسم ديالو استاذ ولا بلاش لا بلا سميه غير واش كيغني ولا شنو كيدير لا فنان ممثل ممثل كيبان التلفازه ممثل جا عندكم لا بلا سميه غزلان باش ما نديروش تشهير بالاسماء انا طلبت منك بلا سميه استاذ هاد السيده ملي جات خدمنا ليها بواحد الوجه يعني بواحد الوجه بواحد الصوره لدرجه ان راجلي نقص لها الثمن بزاف علاش على اسم الفنان اللي هو كان عزيز علينا الصراحه هو لحد الان انا ما من انا غندي من الحياه غير شبر ما عرفنا شكون السابق هذاك الانسان مش منه حتى شي حاجه عيبه ولكن الزوجه ديالو استاذ تعدات علينا بزاف واش هي اللي جات عندكم النهار الاول ولا هو؟ لا جاو بجوج النهار الاول شنو طلبوا منكم بالتفاصيل يعني شنو كنبغاو يصاوبوا؟ يعني هي كان ديجا هي اصلا الدار اللي يلا مفرشين هذاك هو اصلا يلا مطلق يعني ديجا كارين واحد الدار باقي ما مفرشيناش وديجا هي كان عندها واحد الفرش قديم جايباه معاها هي الشيء اللي قالت لنا هي وملي شفنا هكاك هو اصلا عزيز على راجلي وعزيز عليا حتى انا ذاك السيد ما صراحه تقال من شنا ماما يلا بادين وتحنا يلا بادين واقسم لك يمين تهبط الثمن ديال المارشي في الخدامين وداروا عاد خمسه المحالات ولقاونا حنا الثمن اللي درنا لهم ناقص وتوكلوا على الله ماشي شي حاجه اللي كثيره غير جوج سدادع عاودت لهم الثوب واحد جوج كراسه كانابي وكرسي عادي عاودت لهم الثوب يعني حسب لها الثمن 6000 درهم والكنابي وواحد البيبان بلاكار غرفتهم بالطابيس يحسب لها 6000 درهم قالت لي صافي عطاتلو 2000 درهم وتفاهمتوا على هذا الثمن تفاهمنا على الثمن وصافي صافي يعني هو في الاول قال لهم 10000 درهم وملي انت فنان وكنعرفك وعرفت حتى على قد الحال ويلا مطلق وهذه ملي عاودتي لي اللي كاين انا غنخليهم لك 6000 درهم وفعلا كتجي كتختار لون بحال دابا اليوم كتجي عندنا استاذ ماشي في حالته اصلا كتجي كتختار لك الكولور اليوم كتمشي للدار الغد كتجي عندنا في واحد الحاله ماشي هذيك حتى كنخدموا كنكملوا لها دوك جوج سدادر تقاموا علينا اقسم لك يمين انا استاذ تبكثر بداك الثمن اللي حنا باش اللي درنا معاه اقسم لك يمين انت غير الثوب والماتريال تقام علينا بكثر حتى كتختار الثوب وملي كيمشي للدار باش يغلف لها العود كتقول لي لا ماشي هو هذا الثوب اللي اختاريته كيقول لها راجل لا عافاك ما تذكريش اسمه كيقول لها لا راه هذا هو الكولور اللي اختاريتي البارح كتبقى مع راجلها وكتبقى مع راجلي ومنهم دا واقف داك الشيء يعني غيحطه كيعاود يجيب داك الشيء حتى للمحل كيعاود يفسق بحال كتستهزئ بينا يعني بحال حقراتنا حنا كنقولوا ماشي مشكل نصبروا معاها علاش حيت راجلها درويش هو راجلها كيقول لنا كيقول لنا شوفوا غير صبروا معاها يعني ملي كنشوفوا راجلها كيقول هكاك بحال كيبردنا حنا كنقولوا لا اذا انت اللي صحيحه وحنا اللي على غلط يجيب داك الشيء للمحل كيعاود يفسقوا كنبقاو حتى 3 الصباح وحق الله ليله العيد ليله العيد الكبير تبقينا خدامين معاه حتى 4 الصباح وملي دينا له داك الشيء للمحل قالت ليه غتبقى تساني كملت له الفلوس بقات شي حيدت له 500 درهم قالت لي تدخلها في الكراسه النهار اللي يجيب الكراسه وغنعطيك مع الكراسه يعني 1000 درهم قالت لي مع الكراسه غنعطيها لك ملي سالينا لها الكراسه تا هو نفس المشكل ونفس السيناريو عاودت تولينا قلنا ماشي مشكله نصبروا معاها ملي كتجي دير لنا هي السيريه في المحل وكتغوت بالفاظ خايبه ما نقدرش نقولها قدامك وقدام المستمعين كتحتقرني انا وراجلي بواحد الالفاظ يعني ما الفاظ ديال الزنقه وحاشا واش غنقدر ولكن علاش واش ربما ديك الخدمه واش ما مزياناش ولا شي حاجه لا ماشي الخدمه انا ملي كيقول لها الفلوس ملي كيقول لها اري لي فلوسي كتبدا تخسر ماشي هو ذا اللون يعني ملي كي هو يطلبها بفلوس بحال قلتي كتبغي دير له الخسائر وملي كيقول لها مدام راه انا ضايع معاك كنتي كتختاري لي لون والغد كتجي تغيري اللون كتقول لي ماشي سوقي انايا نختار لون اليوم وغدا نجي عندك نقول لك بدلو ماشي سوقك انا 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 بل انا مرت فنان مشهور ومن حقك انت دير لي داك الشيء وخا نجي نقول لك انا دابا غدا نعاود لك ماشي سوقي كدا زعما من هذا الكلام يعني كتقول له انا مرت فنان مشهور كتقول له هكا انا مرت فنان شي قالت له انا ديك مكالمه وحده مني نسد لك هذا المحل
يعني وحنا استاذ حنا يلاه بادين وما عندناش بحال قلتي كنقولوا والله ما نخطيه في الفلوس ودي داك الشيء ديالها ولا نوليو قريب الاسم ديال الراجل هي ونوليو حنا فادين ما حنا كنصوروا من نقطه الخبز. واخر مره شنو دارت لينا؟ خدمنا دوك الكنابيات داهم لها الدار مشى مول هوندا راجلي بكثرت معايا قبيحه وكتبقى تعاير فيه استاذ اقسم لك يمينا وبغيت ما نصبحش كتقول له شتي انت بحالك انت كيسيري وليا غير صباطي كتقول لي شتي هاد الكانيشات بالنسبه لي انا نعاملهم معامله احسن منك انت وكيقول لها علاش هاد الهضره كلها ملي بدا داك الشيء وبغى يتفادى داك المشاكل ديالها صيفط لها مع مول هوندا وعندنا شهود مول هوندا وعارف وهضر معاه في التليفون قدام مول هوندا قالت لي باقي لك القد بالقد قالت لي صافي غير صيفط لي داك الشيء غنعطي فلوسك لمول هوندا 500 درهم 400 درهم 900 درهم قالت لي صافي غير صحط لي داك الشيء مع مول هوندا وغنعطيك ملي شافت راسها شطحاتنا وضيعتنا بزاف صافي ملي حط لها داك الشيء شنو قالت له ملي قال هي بحال دارت مع السياسه بغات تاخذ دوك جوج كراسه ديالها في الدار وعاد غادا تعيرو وما تعطيش فلوسه ملي مشات حطات هذوك الكنابي والكرسي ديالها في الدار شنو قالت لي قالت لي غادي تدردب مع الدروج الحمار ولا قالت لي اللي غادي تشوفوا اليوم ما عمرك شفتيه وقول لها داك الماي والله الا خديتي الريال قالت لي قول لي انا كتدير لك غير السياسه تتحبط لي هذه الكراسه هنا ودابا والله الا خديتي ريال وقال لها علاش بنت الناس هذاك السيد راه غير كيترزق الله ومسكين شو ما تضيعيه وقالت لي قالت لي واش انت سوقك قالت لي انت غير مول هوندا وقال لها واخا خلصيني عطاني 100 درهم قالت عيرت مول هوندا بهضره خايبه وراجل كبير قالت لي شوفوا بجلابه غتهبط تبردب مع الدروج ولا اليوم قالت لي اللي غنديروا لك بلا ما نقولوا لك وقالت لي وانا واصله بلا ما تهبط لي هذا النيفو اللي وصلت لي وعيرته بالفاظ خايبه ما نقدرش نقولها لك هبط مسكين من شافات كاكجا قال لي شوفوا ولد الناس بغيتي تتابعها قانونيا انا نشهد معاك ان ما عطاتكش فلوسك وان عيرتني وما خلصتني شنو جبد راجلي 100 درهم ديال عطاه المول الهوندا قال لي اسمح لي انا يعني قال انا حتى بطاحت ما بقيناش طالبناها بها ملي ما بقيناش طالبناها بها واحد النهار بحال هكا النهار الحد تعيطات السبت انا كاينه في عرس ما يعني صافي حسبنا ديك الفلوس طاحت ما بقيناش عيطنا عليها شحال داز على شحال داز الوقت على ديك الواقعه هادشي اللي كنعاود لك وقع النهار السبت الصباح صيفط مول هوندا مع ديك القصه 12 عيطات لينا هي مع 10 الليل كتسد فيا انا كطافي تليفوني كنت في واحد المناسبه عائليه وهي تقول لها عيطات الراجلي قالت لي داك الحمار داك المايا وقول لها ديك الخانزه ديال مرتك تشعل التليفون يعني كتعامل معنا بحال حنا خدامين عندها في الدار ولا ما عرفت بحالك بالفاظ خايبه قول لها تشعل التليفون انا التليفون كان بيشارجا ملي شعلته شنو قالت لي انا ديت الكراسه ديالي وجبتهم للدار ودابا اشنو باغا فلوسكم قلت لها الا جات على خاطرك مرحبا ما جاتش على خاطرك تلقى قدام الله سبحانه وتعالى وهي تقول لي وشتي دابا ملي قلتي هذه الكلمه ودعيتيني الله سبحانه وتعالى انت غادا تشوفي واحد الوجه اخر شتي هذوك الفلوس انا غادي ناخذهم من عندكم مبوبلين وغنشطحكم وغنسد عليكم من داك المحل قلت لها علاش قالت لي حيتاش انتي انا هضرت معاك وانتي قلتي لي دعيتك الله سبحانه وتعالى قالت لي علاش غدعيني الله سبحانه وتعالى شنو ديت لك قلت لها ديتي لي رزقي ورزق راجلي وولادي انا يلا باديه وانتي وهي المشكله عارفه كل شيء ملي جات كانت في الاول بواحد الصوره اخرى قالت لي واش انتي يلا باديه وباغا تديري المحل على ظهري انا والله ذاك المحل تنسدو لك والله الا كملتي بديك القصاريه قالت لي كلمه واحده مني غنسد لك داك المحل قلت لها غنتابعك قانونيا وهي تقول لي انا غنوريك القانون كي داير قالت لي فراسك انا راجلي فنان ندوز عندك انا وكيل الملك وبالاسم ديال راجلي ما نحضرش ويحكموا عليك بلا ما نحضر وانا قالت لي غدا غنجي ندير لكم السكوندار تما في القيصاريه قالت لي انا غدا غنجي ندير لكم السكوندار وشوفي واش غيدخل شي واحد من هذوك جيرانكم غير غيشوفوا راجلي كلشي غيرجع للور وفعلا جات نهار اثنين دارت لنا السكوندار غوتت حيحت ما هضرناش معاها حتى اليوم الصباح استاذ كتجينا كيجينا المقدم جايب لينا ديكلاراسيون من عند القايد ثبتني يا استاذ ما نكذبش عليك ثبيت حتى انا دارت بيناتنا الفاظ خايبه انا اللي كاين نقولوا يعني ما غاداش نكذب عليها ولا قلات مني ملي قلات مني انا ما رضيتش والزوج ديالها هذا الممثل المعروف كان معاها استاذ وهو وكنسمع فيه كيت وحده هو الصراحه كيقول لها انا علاش الشيطان كتقول لي دخل سوق راسك هو كيجي عندنا المحل ما عمرنا سمعنا منه شي كلمه العيب ولا شي حاجه بالعكس هو كي ما مأيداش على داكشي اللي كدير هي
ولكن هي كتستغل هذيك الاسم ديالو بحال قلتي ملي كتهضر معاه وكنقول لي هو السي اف. لا 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 بلا بلا سميه عافاك باش ما نشخص. يا والله استاذ ما كنقصد يعني انا كنعاودك هذاك الشيء. واخا فهمتك. ما وقعت بلا ما نقصد. كيقول ملي كيهضر مع راجلي وكيقول لي انت شوف مرتك شنو دايره لينا راه ما بغيناش نوصلوا معاكم شي حاجه خايبه راه دابا نعيط للبوليس دابا الشوه اللي دايره لي راه متابعه قانونيا شنو كيقول لي هو كيقول لي اخويا غير صبر راه غير شديها بخاطرها وغنجي لك المحل وداك المحل غنسدو لك قلت لها علاش قالت لي طلعتي لي في الكاس بغيت طلعتي لي داك الشيء اللي فيا قالت لي انا تشهيت داك المحل نسدو ما تصرفتيش ليا قالت لي انت وداك الراجل عندك علاش تقولي لي ار لي رزقي وانت ما حطيتو داك الشيء تسالو قالت لي المغرب كله كيتسال وانت اسم راجلي خاصك تحشمي تقولي لي ار لي فلوسي تسالي قلت لها ودي راه حنا عندنا كريدي عندنا قلت لها محل كارينو واش فرا الشهر غنقولوا المول المحل تسال ويقول لي واش دابا ملي ما بغيتيش تسالي ما بغيتيش تبقاي تسالي والله لا خديتي ريال دابا استاذ حنا خدامين جينا مع الصباح خدامين ما علينا ما بينا جا عندنا المقدم غير اليوم هادشي اللي كنعاود لك اليوم جا عندنا المقدم قالنا فلانه بن فلان قلنا لي قلنا قطع خدمات عندكم قلنا لي استاذ خدمات وراه بينا وبين مشاكل ويقول لنا ودي راه جات وراه ديكلارات بكم عند وكيل المالك وقلنا لي وكيفاش دابا هي ديكلارات بين عند وكيل المالك وكتتهمنا استاذ عرفتي بشحال ديال الفلوس مليون ونص مليون ونص مليون ونص استاذ واش كاين استاذ غيتخدموا جوج صدادر غير السوق ديالهم بمليون ونص وقلنا لي واش عندها شي حجه وراتك شي روسي تورينا هذا الروسي ديال مليون ونص حنا اللي كتسالوا لينا قال لينا شوف مقدر كيعرفوا راجلي قال لي شوف اخويا نقول لك انا ماشي عبد الحق انا عارفك وكنعرفك مزيان هذيك السيده راه لبغات يعني تشدك حطاتك في راسها راه حطاتك في راسها راه ما عندها لا دليل لا والو ولكن راه الناس في الجامعه واقفين معاها على الاسم ديال الراجل الناس راه واقفين معاها يعني وقلنا لي حنا شكون تقدم بين الديكلاراسيون واش هي ولا راجلها قال لنا هي اللي كدوي ولكن في الاسم المحضر في سميت راجلها يعني هي اللي مقدمه الديكلاراسيون في سميت راجلها وقلنا لي واش وراتكم شي روسي وراتكم شي بون وراتكم شي دليل شي شاهد بانها كتسالنا قال لنا ما غتحتاج هذيك لاب ولا شاهد راه ملي جات قال لنا الجماعه كلشي قال لها دخل الكراسه حتى لداخل واتاي والحلوه حتى للبيرو لداخل وملي مشينا احنا استاذ ما بغاوش يعطيونا وقت لا ما تبكيش ما تبكيش غير ملي مشينا انا ما بغاوش يعطيونا وقت دابا قالوا لنا نعطيوها هذيك المليون ونص وانا استاذ ما عندناش استاذ راسك مظلوم وملي كتمشي اللي ظالمك كياخذ الحق وانت اللي مظلوم كتوقف كيف كلب حاشاك برا وهي داخله لداخل حنا قلنا لي قابلنا غير معاها وتورينا هاد البنات ديال من ونص حنا معانا الشهود استاذ مول العنبه وجيراننا تما في القيصريه كلشي باغي يشهد لينا وما تسوقوش لينا وحنا استاذ يلا بادين وعندنا كريدي وحق الله ما هذيك السيده تعدات علينا بزاف وزادت القانون يعني تا هو انصفى وحنا ما انصفناش على اسم ديال راجله وهي عندها راجله عنده شهره وتخيل ان هي جالسه لداخل وملي مشى راجلي قال لي حاشاك ما بعطاوش حتى وقت عملوه بحال الكلب قمعوا اللي في الجماعه قال لي جلس تسنى برا ولحد الان راجلي وحق الله تدخلت للدار وباقي العشاء ما تعشاش وخرج عند كليان باش يتسلف من عنده باش غدا نمشيو نديرو محضر وندفعوا الوكيل المالك لان ملي مشينا ما عطاوناش وقت